طبعا قبل أن نخرج أثر ابن عباس نمر على التفاسير مرور سريع لنوثق الأقوال التي ذكرناها في تفسير هذه الآية. هذا جاء تفسير الطبري كما ترون دار هجر. هنا ابن جرير الطبري رحمه الله يعرج على يبسط الكلام في تفسير هذه الآية. هنا يقول: القول في تأويل قوله تعالى، أو القول في تأويل قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول تعالى ذكره: وما يقر أكثر هؤلاء بالله أنه خالق ورزق وخالق كل شيء إلا وهم به مشركون، في عبادتهم الأوثان والأصنام واتخاذهم من دونه أربابا وزعمهم أن له ولد على الله ما يقولون عما يقولون علوا كبيرا. انتبهوا، واتخاذهم من دونه أربابا، يعني المشركين، مشركي العرب كانوا يتخذون هذه الأصنام ليس فقط آلهة، أرباب، يعني على القول بأنه يوجد فارق بين الآلهة والأرباب. يعني هذا الطبري صرح أنه هذه القصة كانوا يتخذون أربابا من دون الله، والأرباب على قولهم أنه لا لا، لكن الإخوة السلفية يقول لا لا لا، المشركون لم يتخذوا آلهتهم أربابا، لأنهم لا، هم كانوا يعتقدون بتوحيد الربوبية، أنه الرب فقط هو الله، الرب الواحد هو الله، الله فقط هو ربهم. طبعا هذا تصريح مهم من ابن هذا، وهذا خلاف ما قاله ابن جرير الطبري، وهو تصريح مهم. لماذا؟ لأنه السلفية يقولون ابن جرير الطبري من الذين قالوا أو اكتشفوا أو يعني أشاروا إلى نظرية تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية، وبتصريحه هذا لا 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 لا، هذا التصريح هذا ينقض هذا الادعاء، لأنه كيف يقول أنه المشركين كانوا موحدين في الربوبية، وهو نفسه يقول أنه كانوا يتخذون هذه الأصنام أربابا من دون الله، كيف يقول بها إذن أنه كانوا موحدين في الربوبية؟ ما ينفع هذا الكلام. المهم هنا يسرد أنه قال بهذا القول، يسرد من قال بهذا القول. القول الأول طبعا هو ابن عباس وسماك، وهنا عكرمة، ويسرد أقوال، يسرد ويسند، نحن سنأتي على هذه الأقوال وإسنادها ومن أسندها. هذه أقوال كثيرة في هذا الـ 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 في هذا في هذا المضمار. هنا يسرد قول آخر أنه من هم؟ قالوا هم الذين كانوا إيش؟ كانوا يشركون بالتلبية، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا قول آخر، وهنا يرويه أيضا عن الضحاك كما ترون، حيث قال: كانوا يشركون به في تلبيتهم. وهنا رواه مرة أخرى عن ابن زيد كما ترون الأثر بطوله. وهنا في كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للعلامة السيوطي بتحقيق التركي أيضا الجزء الثامن، أيضا يسرد بعض الأقوال في تفسير هذه الآية، بعض الأقوال المأثورة في تفسير هذه الآية. مثلا هنا يسرد أنه هو القول الأول عن ابن عباس اللي هو إيمانهم بأن إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله وهم يعبدون غيره، وهذا أيضا عن عطاء مثله. هنا يسرد عن مجاهد كمان أيضا مثله، عن المضحاك أنه كان يشركون في التلبية، عن الحسن أنه ذلك المنافق يعمل بالرياء وهو مشرك بعمله. وهنا في تفسير الطبري أيضا يورد أقوال أيضا منها عن السلف، أقوال كثيرة منها عن يورد أقوال كثيرة عن السلف في ذلك. هذا هو تفسير الطبري، تفسير القرطبي بتحقيق التركي المؤسسة الرسالة الجزء 11. هنا يورد أقوال كثيرة كما ترون. هنا يبدأ أنه هذه نزلت في أقوام أقروا بأن الله خالقهم وخالق الأشياء كلها وهم يعبدون الأوثان، عن الحسن وعكرمة ومجاهد والشعبي.
ونفس الشيء قال عن مجاهد، عن عكرمة، عن الحسن هنا قول آخر أنهم أهل كتاب معهم شرك وإيمان، آمنوا بالله وكفروا بمحمد فلا يصح إيمانهم، حكاه ابن أنباري. وقال ابن عباس نزلت في تلبية المشركين مشركي العرب، وعنهم أنهم في النصارى، وعنه أنهم في المشبهة أن نزلت في النصارى، وأنه عنه يعني ابن عباس أنه نزل أنها في المش أنها المشبهة أنهم المشبهة، وناس وأحيانا روي عنه أنهم في النصارى. يعني من هم المشركون؟ من هم المقصود؟ يعني كل هذا الكلام في الضمير، وما يؤمن أكثرهم، من المقصود بأكثرهم هنا؟ فأقوال كثيرة، مشركي العرب، النصارى، المشبهة، هذا كله عن ابن عباس، هذا المروي عنه. هلا صح او لم يصح هذه قضيه اخرى ناتي عليها. امنوا مجملا، انه كيف نزلت المشبهه، امنوا مجملا واشركوا مفصلا. وقيل نزلت في المنافقين، وما يؤمن اكثرهم بالله اي باللسان الا وهو كافر بقلبه. وذكره الماوردي عن الحسن، وقال عطاء هذا في الدعاء، وذلك ان الكافرون وذلك ان الكفار ينسون ربهم في الرخاء، فاذا اصابهم البلاء اخلصوا في الدعاء بيانه وظنوا انه محيط بهم الايه. وقوله واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه، في ايه اخرى واذا مسه الشر واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قيل معناها أنهم يدعون الله أن ينجيهم من الهلكة، فإذا أنجاهم قال قائلهم لولا فلان ما نجونا، ولولا الكلب لدخل علينا اللص، ونحو هذا. فيجعلون نعمة الله منسوبة إلى فلان، ووقايته منسوبة إلى الكلب. قلت يعني القرطبي، وقد يقع في هذا القول والذي قبله كثير من عوام المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقيل نزلت هذه الآية في قصة الدخان، وذلك أن أهل مكة لما غشيهم الدخان في سني القحط قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فذلك إيمانهم وشركهم عودهم إلى الكفر بعد كشف العذاب، والعود لا يكون إلا بعد ابتداء، فيكون معنى إلا وهم مشركون أي إلا وهم عائدون إلى الشرك. والله أعلم. هذه أيضا أقوال كثيرة كما ترون القرطبي، وهنا في تفسير الألوسي المسمى روح المعاني، الجزء الثالث عشر، إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي. هنا يسرد أقوال كثيرة أيضا في تفسير هذه الآية. هذا هنا يبدأ من هنا يسرد هذه الأقوال، يسرد منها أيضا أقوال أخرى إحنا ما سبق أن ذكرنا. مثلا هنا يقول أنه ابن عباس أقر، مثلا هنا يقول عن ابن عباس أيضا أنهم أهل الكتاب، أقروا بالله تعالى وأشركوا به من حيث كفروا بنبيه صلى الله عليه وسلم، أو من حيث عبدوا عزير والمسيح. وقيل أشركوا بالتبني واتخاذهم أحبارهم أو ورهبانهم أربابا. وقيل هم الكفار الذين يخلصون في الدعاء يخلصون في الدعاء عند الشدة، ويشركون إذا نجوا منها. وقيل هم الثانوية، قالوا بالنور والظلمة. وقيل هم المنافقون، جهروا بالإيمان وأخفوا الكفر. وعن الحبر أنهم مشبهة، آمنوا مجملا، الحبر يعني ابن عباس، آمنوا مجملا وكفروا مفصلا. وقيل عن الحسن أنهم المراءون بأعمالهم. وقيل هم الناظرون إلى الأسباب معتمدون عليها. وقيل هم الذين يطيعون الخلق بمعصية الخالق. ثم قال هنا يندرج انهم، وقد يقال نظرا الى مفهوم الايه انهم من يندرج فيهم كل من اقر بالله تعالى وخالقيته وكان مرتكبا ما يعد شركا كيفما كان، ومن اولئك عبده القبور الناذرون لها المعتقدون للنفع والضر ممن والمعتقدون للنفع والضر المعتقدون للنفع والضر ممن الله تعالى أعلم بحاله فيها، وهم اليوم أكثر من الدود. واحتجت الآية بالكرامية على أن الإيمان مجرد إقرار باللسان وفيه نظر، إلى آخر هذه الأقوال التي ترونها. وهنا في فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب يذكر أيضا طبعة مكتبة الغرباء، يذكر قول عن ابن عباس فيها أنها نزلت أيضا في المسلمين، وتأول مثلا يقول هنا وتأول ابن عباس على ذلك.
قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: إن أحدهم يشرك حتى يشرك بكلا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد روي أنها نزلت في الرياء في العمل، وقيل للحسن يشرك بالله، وقيل للحسن يشرك بالله، يعني سئل أنه المسلم يشرك بالله، قال: لا، ولكن أشرك بذلك العمل عملا يريد به الله والناس، ذلك يرد عليه. وهذه كما ترون أيضا قول آخر قيل في الآية.